مرحبا، بما أنه رمضان وصيام ورؤية ومشاكل، خلونا نتكلم عن علم الفلك. اعمل لايك وشارك المحتوى مع من تحب. في البداية، فعلم الفلك هو العلم الذي يراقب ويدرس حركة الأجرام السماوية كالنجوم والكواكب والظواهر المحيطة بها. وقد حقق هذا العلم قفزات هائلة مع اختراع التلسكوب والنتائج العلمية التي تم التوصل إليها من خلال الرحلات الفضائية. ويعد علم الفلك من أقدم علوم الطبيعة، حيث يعود تاريخه إلى العصور القديمة، وتم تجميع نقاط الرصد الفلكية في كل من العراق القديمة واليونان ومصر القديمة وبلاد فارس وحضارة المايا في أمريكا الجنوبية والهند والصين والنوبة، وحيث قام الفلكيون الأوائل برصد حركات النجوم والشمس والقمر والكواكب واستخدامها كأساس للساعات والتقاويم. وقد طور اليونانيون نماذج لتفسير هذه الحركات السماوية، وساهم نيوتن في تطوير علم الفلك من خلال قانون الجاذبية وحركة المذنبات وشكل الأرض والمد والجزر والاعتدالات والاضطرابات في حركة الكواكب التي أدت إلى اكتشاف كوكب نبتون، بالإضافة إلى اختراعه علم التفاضل والتكامل للقيام بهذه التفسيرات.